هذا الموضوع موضوع زيارة الحسين سلام الله عليه في مثل هذه الليلة اللي نعبر عنها زيارة الأربعين. كثر التساؤل حولها، أن الشبايا عندما ذهبوا إلى الشام ورجعوا، هل كان الذهاب والإياب في نفس السنة؟ يعني 40 يوم مرت على ذهابهم وإيابهم وطوافهم، لأن مروا بأكثر من مكان ومكان، وصارت لهم لقاءات وصارت لهم خطب واجتمعوا بكثير من الناس في طريقهم. الأمور هاي بأجمعها تمت بسنة واحدة أم تمت ب40 يوم؟ يعني دارت عليهم سنة يلا رجعوا، يقول لا، راحوا ورجعوا خلال 40 يوم. الواقع رواية 40 يوم، رواية السنة موجودة لكن ما يعتمد عليها، اللي عليه اعتماد أكثر رواية 40 يوم، يعني مجموع مسيرتهم من طلعتهم إلى من كربلاء إلى أن انتهوا إلى الكوفة، ومن بعد ذلك طلعوا على الشام ورجعوا كلها 40 يوم. اللي يساعد على هذا شنو؟ اللي يساعد على هذا أولا ما أحدثته هذه الحركة من هياج، يعني من بعد واقعة الطف ونقل الشبايا وحمل الرؤوس، قطعا اتنبهت الساحة واتنبهت الدنيا المسلمين، تحرك فيها أكثر من تيار، يعني صار لون من التذمر وبدأ الهمش يرتفع، ها؟ طلع من همش إلى صوت، يعني النكير بدأ يظهر، عبارات التقريع واللوم والتوبيخ للأمويين بدأت، الشارع بدأ بيلون من التحرك. أدركوا الأمويين خطورة الموقف وأدركوا الخطأ اللي وقعوا فيه، ولذلك يزيد نفسه بدأ يتنصل. هاي الكلمة اللي يلزمها بعض الناس ويحاول أن يأخذ من عندها وثيقة لتبرئة يزيد، يقول وقف يقول كنت أرضى منكم بدون قتل الحسين، أنا كنت أرضى منكم لو مجرد نعم الوقوف بوجهه بدون قتله. بطبيعة الحال هاي محاولة تراجع ومحاولة تغطية، وإلا في واقع الأمر ما كان عبيد الله بن زياد يجرأ على قتل الحسين ما لم يأخذ الإذن من هناك. في المسألة مبدئيا كثر اللغط والأخذ والرد، وما أعتقد جو كهذا الجو يعطيهم مجال لأن يستمرون على هالحالة لمدة سنة أبدا، لا، يعني يحاولون لفلفتها بكل صورة، يحاولون اختصار هالمشهد هذا هالجو بأسرع وقت ممكن، نعم، لأن إبقاء هالمدة الطويلة معناه إبقاء في ساحة خطر، وهذا لا يمكن أن يتم. أي من ناحية، من ناحية ثانية أن المسافة مو بعيدة، يعني تأمل أنت 7 أيام للروحة و7 أيام كافية، أو لنقل 10 بـ10، وش تبقى 20 يوم من تجوالهم بقائهم، لأن عندنا الروايات تقول أن بقائهم بالشام استمر 7 أيام، وهالـ7 أيام تحولت كلها إلى مآتم. مو هذا الغريب اللي أقول لك أن هي للشارع، مأتم عقد في داخل مجلس يزيد ابن معاوية، في داخل دار يزيد ابن معاوية، بداخل دار عقد مأتم، يعني النشاء اللي إلن ارتباط ببلاط يزيد وجملة من النشاء الأخريات كان عقدا مآتم، وانتهى الأمر بلون من التحرك، حاول يزيد أن يشتره وأن ينهيه بأسرع وقت. في المسألة يعني مو المدة كافية للذهاب وللإياب، هذا بالضميمة إلى الروايات أنه أخذوهم ورجعوا بهم خلال هالـ40 يوم، يعني وصولهم إلى كربلاء تام في نفس السنة على أدق الروايات وعلى أكثر الترجيحات اللي أشرت إليها، لأنه أكثر من حالة وحالة، أو أكثر من سبب وسبب،
يدعو إلى إرجاعهم بالسرعة أكثر من سبب وسبب. يعني حتى المدينة تهيجت، نبه، المدينة تهيجت، لأنه المدينة اللي هيجها شنو؟ اللي هيجها الرأس طلعوه من الكوفة ودوه إلى المدينة وأعادوه، رأس الحسين سلام الله عليه. لأن الروايات تقول أخذ عمرو بن سعيد الأشدق الوالي مال الأمويين، أمسكه بيده وقابل به قبل رسول الله ووقف خاطبه كما يخاطب شخص، يا محمد ثار بثارات بدر، ثار بثارات بدر. ثم لما سمع نحيب العائلة أنشأ يقول عجت نساء بني علي عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنبي. انكشف يعني ما كان مستور، أصحروا بنواياهم بعد ما أكو شيء عليه ستار، لا لا. أن العملية عملية إدراك ثار لواقعة بدر، إدراك ثار لقتلى بدر، إدراك ثار لمن ذهب من أسلافنا. هذا كلها يبعث، هذا الوضع كله يبعث على إنهاء الأمر بسرعة. في القرائن والأدلة بالإضافة إلى الروايات تقول أنه بنفس السنة راحوا ورجعوا.